في إطار التحضيرات للأعياد المجيدة، التقى اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم بممثلي الوسائل الإعلامية في المحافظة، ويهدف اللقاء لمناقشة الخطط المستقبلية لاحتفالات الأعياد المباركة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بدعوة من محافظة بيت لحم، اجتمع اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم بعدد كبير من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المحلية والفضائية. ابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من اللواء حميد، وشكر الجميع على هذا التواجد قبل التحضيرات لموسم الأعياد المجيدة. وخلال اللقاء تم مناقشة عدة أمور تتعلق بعرض بعض الإنجازات والخطط السابقة التي تم تنفيذها وخطط مستقبلية ستنفذ قريبا. كون محافظة بيت لحم مدينة سياحية بالدرجة الأولى، كما وتم الحديث عن السلم الأهلي داخل المدينة والنسيج الاجتماعي وكيفية المحافظة على التلاحم الأخوي في المنطقة ودور الإعلام في استثمار موسم الأعياد الميلادية المجيدة وكيفية الترويج لهذه المناسبة ونقل الصورة المشرقة من مهد المسيح للعالم أجمع. بيت لحم كالعادة هي تستعد سنويا، وهي ليست في فترة محددة، طوال العام هناك استعدادات وتحضيرات من أجل استقبال أعياد الميلاد واستقبال عشرات الآلاف من الزوار والحجاج سنويا. نريد أن ننطلق وأن تكون علاقتنا مباشرة مع العالم ومع الدول بشكل مباشر حتى نسهل الوصول وحتى نستطيع أن نقدم التسهيلات وحتى يستفيد المواطن، لأنه بصراحة معظم المردود المالي والاقتصادي للسياحة هو يعود للجانب الإسرائيلي الاحتلالي الذي يتحكم بكل شيء. وأنا هنا لا أتحدث عن القدس، القدس جزء من الخريطة السياحية الفلسطينية التلحمية، جزء منا ونحن جزء منهم، ولكن أنا أتحدث عن الشركات الإسرائيلية التي تسيطر وتتحكم وتروج وأيضا تستهدف الأمن والاستقرار والسياحة في محافظة بيت لحم. وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ كلمة لكافة الإعلاميين الحاضرين وحثهم على مواكبة الحدث باستمرار والدعم المعنوي، وأن يكونوا دائما سباقين لنقل الصورة من مهد المسيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفضائيات، ولتبقى بيت لحم محط أنظار العالم، وخصوصا أننا مقبلون لموسم الأعياد الميلادية المجيدة. للنورسات مارلين الحدوة من دار المحافظة في بيت لحم.